شرسة جدا على اللعيبة بس بيلعبوا كرة حلوة. مش هجاوبك. طيب خلاص، ضربة حرة مباشرة برضو صالح، برضو ده الكلام الساكت. بالظبط. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول ناحية الشمال، علي معلول، معلول الشحات، حلوة جدا لمروان، بزقة غير منضبطة، بيضغط تاني مروان، بيضغط تالت مروان، حط ده ولا حسين الشحات، لا مروان مظبوط، طويلة ورمي التماس للنادي الأهلي بفرمان من فابرينا، رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال، تتلعب على طول على وسط الملعب شيكابالا، أرضية ناصر ماهر بتمويهها غير منضبطة، يلحقها كهربا، ياخدها كهربا مرة تانية، عايز يسحبها كهربا ما يقدرش يسحبها، ترجع له مرة تانية من الوضع راقدا، يحطها لحسين، أرضية القفشة، عرضية خطيرة خطيرة، والهدف، يا نهار أبيض، يا نهار، تسلل 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 تسلل، هو طبعا اكيد اكيد هيراجعوا الفار، اعتقد انها تسلل، هنشوفها مرة تانية، هنشوفها مرة تانية، واحد بيقول لا، وطبعا ابو ناصر زعلان زعلان، اهلاوي اهلاوي مفيش فايدة، مع ان النهاردة بقى يعني ملعبك لازم تبقى محايد، لكن الاهلي بقى في دمه، نشوف دي مرة تانية، نشوفها مرة تانية، نشوفها مرة تانية، لا فيها كلام، لا فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام، هنشوف الفار. ما اقدرش اقطع بقى للسادة المشاهدين، هم متعودين ان انا بقطع لهم، لكن الزاوية دي احمد فتوح كانت رجله سنة لورا، هل السنة دي خداع كاميرا ولا خداع شلبي؟ هنشوف. يعني هو مين بقى ده؟ لازم فار، مش عارف الفار قرر ايه الحقيقة، تشيكينج. بس الانذار ده ما شفتش من مين الانذار ده؟ امام عاشور، عشان خلع الفانيلا، عشان خلع الفانيلا، مع انها عهده يا امام. انا شاكك فيها يا استاذ حسن، هنشوف، ما هو لسه بيعمل تشيك، لسه تشيكينج فار شغال، لانه رجل احمد فتوح، بس الزوايا خادعه، بقولها هو عشان ما حدش يفهمني غلط، هو حطها حلوه قوي امام، طبعا أوي طبعا أوي طبعا أوي يعني قوي، لكن الزاويه خليها علينا المرة دي معلش. هو أصل لو هدف يبقى هدف قاتل الحقيقة. هيبقى هدف قاتل طبعا في هذا التوقيت يعني. طبعا. هنشوف. شوف ازاي أخدت وقت، لأن بقول لحضرتك هي صعبة جدا. في وش رجل أنا لمحتها أحمد فتوح ربما تبقى سنة، الزملكاوية دلوقتي اللي بيسمعوني يقول لك إيه؟ يا عم ما تسكت انت، ما انا مالي، انا بشرح بس للناس، تشرح اللي بيحصل، انا مالي ده ولا ده اللي يجيب يجيب. هنشوف امام نفسه هو والاهلاويه كلهم طبعا، والزملكاويه طبعا العكس، نفسهم تبقى تسلل، ده اكيد درانكو بيقول لهم في فار بيراجع، كل الكلام ده لا يبدي، نفس اللعيبه تتعلم ان كل الكلام مع الحكم ده لا يبدي، وعلى فكره في الفار بقى لا يستدعوا الحكم فيما يتعلق بالتسلل، لان في خطوط. طبعا هو يستدعي في هاند بول، في فاول، ايوه لكن تمام، في تسلل ما فيش رجوع للشاشه، هو هيبلغه، هو هيبلغه تسلل ولا مش تسلل، بالظبط كده، يعني القرار دلوقتي في غرفه الفار، بس هم طولوا عشان هي خادعه جدا. خادعه بالنسبه لنا، هم دلوقتي زمانهم بيحطوا الخطوط، على فكره ارثر فينجر اللي ماسك الشغلانه دي في الاتحاد الدولي، من الموسم الجاي ما فيش حاجه اسمها جسمك، بالظبط بالظبط، الاقدام بس، بيسموه تسلل ارسن فينجر، ايوه بالظبط كده بالظبط كده، ما زالت غرفه الفار تراجع، بتحط الخطوط كلها، والخطوط هتتحط قدام حضراتكم حالا دلوقتي وهتشوفوها، وما زلت اشك في هذه الكوره، احتمال رجل احمد فتوح مش ترجله يكون مغطي، واحتمال لا، بالنسبه لي هي زوايا صعب ان انا اقطع بيها تماما لانها خد، ايوه ها ها ها، شكرا أوه. شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اكتشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر، ماشي، خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه؟ وش رجل احمد فتوح. عايز اقول لك حاجه بقى، تشهدني تمريره، طبعا طيب، برافو عليك بجد، برافو يعني عليك. تمريره قفشه،
طبعا تمريرة قفشة طبعا 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 تمريرة قفشة. إذا إمام عاشور في الدقيقة 85 يفك الاشتباك. هنتفرج على 5 دقائق من نار بالإضافة إلى الوقت الأصلي الإضافي. إمام عاشور إمام عاشور عملها، إمام عاشور عملها. اسم الله عليه، اسم الله عليه. شوفوا راسه ورجليه، شوف لعيب الوسط، شوف لعيب الوسط اللي بيعمل الاختراق ويخدع كل اشكال الدفاع. بص بص بقى اهي، ايوه ايوه برافو عليك، برافو عليك. شايف وش رجله اهي؟ انا قاعد جنب فار بقى. لا برافو عليك. ممكن تبقى وش رجل يا واحد منهم يا دونجا بس يا احمد، بس المهم وش الرجل. برافو عليك لانك انت قلتها من اول لحظه. صحيح صحيح صحيح، بس حطيت الاحتياط ان هي ممكن تبقى زاويه خادعه يعني. اذا واحد لا شيء، وادي التمريره، وادي شوبير، وخطيره وخطيره وخطيره، بره بره بره، وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. عبد الله عايز يسدد من بره طبعا، لكن حط رجله معاه، افقدوا القدره على الاتزان مروان عطيه. تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. طبعا الجماهير فرحانه جدا جدا تحت شعار هذه المباريات تكسب ولا تلعب. لكن ادي الكوره، وادي هاني، وادي قفشه، وادي امام قطع من ورا الزبون وحطها روعه 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 روعه. وقفشه وقفشه طبعا سلام. ودي حطها امام الحقيقه باتقان. يا سيدي حاضر يا سيدي حاضر والله. وادي كهربا، وادي امام، والاثنين كانوا في الزمالك وبقوا في الاهلي، وهذا هو العصر الحديث لكره القدم. وداخل علينا هتعمل ايه يا كهربا انت وامام؟ جماهير سعيده، كرنفال عظيم عظيم عظيم. طبعا لو في احسن لاعب وانت مغمض هياخدها امام.